استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في قصر الصخير هذا اليوم سعادة السيد لويد أوستن وزير الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة زيارته للبلاد. ورحب جلالته بوزير الدفاع الأمريكي واستعرض معه مسار العلاقات البحرينية الأمريكية وسبل دعم التعاون الاستراتيجي الوطيد بين البلدين الصديقين. وأعرب جلالة الملك المعظم عن اعتزازه بما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات تاريخية راسخة وشراكة وثيقة ودائمة ترتكز دعائمها منذ عقود طويلة على الثقة والاحترام المتبادل والتنسيق المشترك كشركاء وحلفاء، مشيدا حفظه الله ورعاه بالتقدم المستمر الذي تشهده هذه العلاقات في كافة المجالات في ظل الحرص المتبادل على تطويرها وتعزيزها وبخاصة على صعيد التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي. ونوه جلالته بالدور المحوري الذي تطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها الفاعلة بالتعاون مع حلفائها وأصدقائها في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز السلم والأمن، كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة بما فيها الأوضاع في قطاع غزة وأهمية العمل على وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع وفقا للقانون الدولي الإنساني وضرورة إيجاد أفق للسلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية باعتباره السبيل الأمثل لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها.